هو يا جماعة، الأول اللي أحب أعرفكم على نفسي وعن شخصيتي، أنا اسمي سيف عمرو، بتخرج من جامعة نيويورك يونيفرسيتي. بحب أسافر قوي. بحب أسافر عشان بحب أشوف مجتمعات مختلفة وأفهم الستاندردز أو الطبيعي اللي في كل كولتشر. سافرت الأرجنتين، إثيوبيا، مكسيك وكذا حتة حوالين العالم. عندي 23 سنة و currently the CEO and co-founder of an EdTech startup. عندي 23 سنة. وأقول لكم حاجة بصراحة، أنا عمري ما كنت بحب أقول سني. كنت على طول بحس إن الشخص اللي قدامي هيستصغر اللي إحنا بنعمله. عشان فعلاً حصل مواقف كتيرة قدامي زي كده. من investors ل consultants ل CEOs تانين ل employees. بقى أنا عندي this barrier أو this fear إن لأ، بلاش تقول سنك. إن as if what we've created is not enough. إن لأ، أنا لازم أبين نفسي راجل كبير عندي 20 سنة experience في شركات مالتي ناشنال، وبعد كده قررت أبني شركتي. When in reality what we've created from scratch was beyond anything ناس عندها 5-6 أو حتى 10 سنين experience عملوه. وهو ده اللي أنا جاي أكلمكم عنه. لو فاكرين إن المودلز أو الستاندردز اللي إحنا خلقناها لنفسنا دي حقيقية، فأنا جاي أقول لكم think again، لأن هي أكبر عائق لأننا نحقق حاجة بجد. The smallest example of this is how we started as a company. It wasn't aligned with the status quo. الواحد بيفكر في شركة كأوفيس وفي 20-30 واحد قاعدين على مكتبهم وبيجرايند. No. ممكن تبقى كليشي شوية اللي هقوله ده، بس في الحقيقة احنا ابتدينا من دورمز الجامعة عندنا في NYU. اكتشفنا مشكلة او جاب في الماركت قدامنا محتاج سلوشن. قعدنا اسبوع بنفكر واسبوع كمان بنعمل انترفيوز مع الطلاب بنفهم مشاكلهم في الجامعة وايه الحلول اللي بيلجأوا لها، عشان هو ده اول الطريق. تفهم العميل اللي انت بتخاطبه، ايه هي مشاكله، وهل حلك يقدر يساعده فعلا ولا لا. المورال هنا مش انك تجهز the right environment انك تبدا، عشان ده عمره ما يحصل. المورال انك تبدا. ابدا. For us it all started in a dorm room with a laptop, internet and four individuals dedicated to put their blood, sweat and tears into solving a problem they believed existed. والجميل اللي في الموضوع ان till that moment لما كنا في الجامعه، إن وجودنا كطلاب في وسطهم هو اللي ساعدنا نفاليديت البروبلم والسلوشن. وهو ده أول طريق صح. وسبحان الله، ممكن لو أنا كان عندي 20 سنة إكسبيرينس ما كانش هيبقى عندي الأكسسبيليتي ولا اللانجوج اللي هتعرف تقربني للكاستمر سيجمنت ده اللي هو طلاب الجامعة. The take out of this was what I understood as our disadvantage اللي هو سني came to be an asset مش a disadvantage. Along the way ده علمنا حاجة تانية، حاجة أصبحت our true north في اللي احنا بنعمله. Staying close to the customer. We understood من الأول إن our key to penetrating market الجامعات is staying close to the customer. Understanding the customer's mentality is key to penetrating or building whatever business you're going to open. Understand the customer persona you are targeting. طيب، عملت interviews و I validated the problem with solution والفكرة. إيه الستبس اللي بعديها؟ اعمل منتج وإثبت إن الناس هتدفع فلوس في البرودكت أو السيرفيس اللي أنت بتعمله. طبعاً الستاندرد بتاع الناس لما بتفكر أو بتسمع حاجة زي كده، منتج وفلوس وديفلوبرز وإكسبيرينس. تماماً. Minimum Viable Product MVP. اعمل MVP، جرب المنتج بأبسط أرخص وأسرع طريقة عشان تخلي الناس تتيك كوميتمنت تو يوز أور باي السيرفيس اللي انت بتقدمها. In our case احنا عملنا MVP على website builder وعملنا شوية research ايه أحسن جامعة نبتدي فيها،
واستقرينا على AUC هنا، ونزلنا السوق من غير اي ماركتنج، وكام بوست كده على بيج الجامعه. الحمد لله لقينا الورد اوف ماوث سبريدنج، والترافيك على اور ويب سايت بيزيد يوم ورا يوم. طيب حلو قوي، الموضوع دخل في الجد، قلنا جميل. سالنا نفسنا سؤال، هنبتدي نسكيل، ندخل الجامعه دي والجامعه دي والجامعه دي؟ قلنا لا، let's slow it down. يلا نتعلم يعني ايه ستارت اب اصلا، because this was important. You need to balance between your passion with learning from existing expertise and knowledge. ابتدينا ندخل انكيوبيترز، نتعلم اكتر يعني ايه ستارت اب، وازاي الواحد يبني من فكره لشركه، ومن شركه لمنتج الناس بتستخدمه كل يوم. قعدنا نتعلم ونروح من انكيوبيتر في نيويورك لابو ظبي لكايرو، وابتدينا ندخل ان كومبيتيشنز، وبفضل ربنا بنكسبها. بس هدفنا ما كانش اي حاجه غير اننا نتعلم. عشان تبقى انتربرنور لازم تبقى عندك، لازم تبقى بتسترايف ان كل يوم تتعلم. Along the way building a startup means you need to be lean. And this is a key word في النيتشر بتاع اي startup. Being lean معناها انك بتاخد الحاجه step by step، ومع كل ستيب بتقيس انت كشركه اتعلمت ايه، وعلى اساس اللي انت اتعلمته بتيتريت، وهتقعد تيتريت تاني وتاني وتحسن تاني وتاني لغايه ما توصل للفورمولا الصح اللي تاكد لك انت كنت فعلا بتاد فاليو للكاستمر اللي قدامك. طيب at that point we validated that we can add value to our customers. قلنا طيب جميل، عايزين رأس مال بقى. قعدنا مع early stage VC في الإمارات. VC ده اللي هو اللي مش عارفين، VC ده اللي هو شركة استثمارية. قعدنا معاهم أول قعدة كده، وعايز أقول لكم كانوا منبهرين وعجبهم قوي الفكرة بتاعتنا. حتى واحد فيهم قعد يحكي لي عن مدى هو كان هيستخدم الويب سايت بتاعنا وهو في الجامعة. بعديها بيومين لقيته قام بعت لي ايميل انهم interested يليد الانفستمنت، الراوند اوف انفستمنت. ما كنتش مصدق بقى ومبسوط قوي. المهم قعدنا الميتنج الثاني مع المانجنج بارتنر بتاع الفي سي دي، وابتدى بقى يتعرف علينا اكتر. اول ما سمع اننا لسه طلاب وشه قلب. طلاب؟ طب ومين شغال معاكوا اكسبيرينس؟ لا حضرتك احنا الاربعه لسه طلاب. خلصنا الميتنج وبعديها بيومين لقيتهم بيبعتوا لي ايميل تاني، it was a pleasure getting to know more about Tuturu but we won't be investing at the moment, come back to us in a couple of months. بصراحه كنت محبط، لاني قعدت افكر طب هو اللي انا بعمله ده صح ولا غلط؟ هل اصبر على الستارت اب واشتغل شويه وبعدين ارجع لها، ولا اعمل ايه؟ بس ليه؟ ما احنا شغالين كويس وعمالين بنجرو از كومباني شهر بعد شهر. كان قدامي حاجه من حاجتين، يا اما ستيك وذ ذا ستاندرد اوف ا جراديويتنج ستودنت زي ما اغلبيه الناس حواليا كانوا بيعملوا، بيقدموا على شغل هنا وهنا وهنا، يا اما اعمل وات اي بيليف ان. والحمد لله ربنا حطني على الطريق الصح. But being in the startup ecosystem is all about this. Believing in what you do so much that nothing can stop you. ده مش معناها انك مش ممكن تبيفت او تغير حاجات. بالعكس. You need to be flexible للماركت. بس اللي انا عايز اقوله انك خلي عندك الديسيبلين والفيث in what you do and the problem that you're trying to solve. فاست فورورد كده كام شهر، الشركه ابتدت تكبر وعدد الموظفين ابتدوا يزيدوا، ابتدى يطلع اوبستكلز اكتر ومشاكل اكبر. قلت طيب هينسباير الناس دي ازاي؟ انا ولا اكس جوجل ولا اكس فيسبوك، انا سيف عمرو عادي. ابتديت ادرس الموضوع، هاو كان اي ليد اند انسباير ا تيم مع وجود ناس اكبر مني في السن. وكان تركيزي على ان ازاي ابني تيم كلتشر ماشي على ان الايند ميشن فيجن وفاليوز معينه انا مؤسسها.
ويبقى هو ده my point of reference لأي pitfalls بشوفها قدامي. ما كانش بس my point of reference to keep them accountable، طبعاً ده جزء كبير منه، بس لأ، أصبح الميشن دي هي الفيول اللي بتخلي التيم شغال وعايز يكبر شركتنا، عشان هي ما بقتش شركتي أو شركة يوسف أو مريم أو سامر، لأ، بقت شركتنا، بقت حاجة كلنا مهتمين إننا نشوفها بتكبر يوم بعد التاني، وماي باشن بقى هو الحاجة اللي أنا بليد بيها باي إكزامبل. بقوا بيشوفوني قاعد لغاية الساعة 9 في الأوفيس عشان أخلص شغل، بقى كل حد في التيم مستعد يقعد لغاية 9 مجرد إنه عايز يأد فاليو، عايز يبقى جزء من ده. And perhaps this is one of my biggest accomplishments. إن I created a team fueled by passion. بس عارفين؟ حاجة اكتشفتها متأخر شوية، مشكلة الباشن إنه ما بينه وما بين أوبسيشن خط رفيع قوي، أغلبية الوقت الواحد مش بيشوفه. You can easily fall into the trap of being obsessed with your work. وده مش مفيد للإنديفيدوال ولا للشركة. Sometimes, especially in the startup ecosystem, you need to take a step back and reassess كده. To reassess your day-to-day routine because you need to find your balance. وبالذات لما بتكون لسه شاب صغير أو ما عندكش responsibilities قوي، بتبقى مستعد تحرق كل اللي عندك عشان تشوف اللي انت عايزه بيتحقق. بس أقدر أقول لكم for a fact إن ده مش صح. You need to find your balance. ومش هضحك عليكم، أنا لسه بدور عليه برضه. بس زي ما قلت لكم it's all a learning process. If you're ready to learn. آخر حاجة حابب أقولها لكم هي quote من one of my role models. واحد كده اسمه ستيف جوبز، ممكن تكونوا سمعتوا عنه، عمل شركة كده اسمها أبل. كان بيقول Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect to the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them, but the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They invent, they imagine, they heal, they explore, they create, they inspire, they push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Thank you, Agama, and I hope you've enjoyed this. Thank you.